مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تسريب لسه نازل من شويه بيتكلم عن سبايدر مان نوي هوم، عن شويه اخبار تخصه، وعن طريق دخول ديدبول وكل الناس التانية اللي هي بتاعت شركه فوكس دي في الام سي يو. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. اول حاجه، التسريب ده غير مؤكد عن ربط الاحداث، فانا بقولها كده بدايه عشان لما نيجي نتكلم. التسريب بيقول بدايه مع اول عمل لمارفل في المرحله الرابعه واللي هو المسلسل بتاع واندا فيجن. كانت دي الخطه بتاعت مارفل لما واندا بقت هي سكارلت ويتش وجمعت القوه بتاعتها في اخر مشهد وخلقت ساعتها اكبر حدث نيكسن موجود في جميع الاكوان مش في الام سي يو بس، ولازم تركزوا في كلمه الاكوان عشان هقولها كتير قوي. وده طبعا ادى ان الحلقه الاخيره من مسلسل لوكي لما كان قاعد بيتكلم عادي وقاعد بيقول لهم انا عارف ايه اللي انتوا هتعملوه، بعد كده مره واحده سكت قال انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. كان ساعتها في نفس اللحظه دي اللي كانج فيها ما كانش عارف هو هيموت ولا هيعيش، واندا عملت اكبر حدث نيكسن والقوه بتاعت كانج نفسه ما قدرتش ان هي تصمد قدامها. يعني من الاخر كده، اذا كنت عايز ان انت تجيب خلاصه، واندا طلعت اقوى من كانج، وزي ما قلت هو كانج نفسه ساعتها ما قدرش ان هو يوقفه، والحظان نحس ان هي قتلت كانج اللي هو المفروض بيحمي الخط الزمني، بمعنى اصح اللي هي النسخه الطيبه. عايز تقول هي هو ريمينز قول زي ما انت عايز، بس المهم يعني انا جبت لك التفصيل بتاع الجمله اللي كنت عايز اقولها. المهم ان النسخه الطيبه من كانج ماتت، وفي نفس اللحظه دي كل الاكوان المتعدده اتفتحت على بعض وكل الاكوان برضو اتصبت في الام سي يو. وطبعا كله عارف انه احداث واندا فيجن كانت بعد اند جيم بثلاث شهور، وبرضو احداث اخر حلقه من لوكي ونفس اللحظه اللي اتفتح فيها الاكوان على الام سي يو هي نفس اللحظه اللي ميستيريو قال فيها هويه سبايدر مان واللي هو قال له بيتر باركر، واللقطه دي كانت في اوائل 2024، يعني برضو بعد 3 شهور من اند جيم. ولما هويه بيتر اتعرفت الاكوان كلها اتفتحت على بعض، وقبل اللحظه دي المفروض فينوم كان قاعد بيقول لايدي انه حاسس انه العالم بقى اوسع، وبيبص ساعتها على الاخبار بيلاقي انه ميستيريو بيقول انه بيتر باركر هو سبايدر مان، وساعتها فينوم بيقول انه هو يبدو انه لذيذ، والكلام ده اللي احنا قلناه في الفيديوهين اللي قبل كده بتاع البوست كريت سيم بتاع فيلم فينوم 2. وبكده في شخصيات انتقلت من اكوان ثانيه للام سي يو. في التسريب برضو بيقول انه توبي ماجواير واندرو جارفيلد للاسف مش هيتقدموا في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم. يعني من الاخر كده اندرو وتوبي مش هيظهروا في الفيلم. اسمعوا زي ما تسمعوا، انا كده في اخر الفيديو ده هتكلم بكل استفاضه، والفيلم كله هيبقى عباره عن سينستر 6 ضد سبايدر مان، والسينستر 6 ساعتها هيبقى دكتور اوكتوبوس، جرين جوبلين، الكترو، ساند مان، فينوم. وبكده الشيء اللي كان ورا بيتر باركر في الاعلام بتاع سبايدر مان نو هوم، الشيء ده كان فينوم مش ليزارد. الكلام ده وانا قاعد بقول انا مش باكده، لان زي ما قلت في اول الفيديو ده يعتبر تسريب، وانا رايي هقوله في اخر الفيديو خالص، وبسبب الكلام اللي انا قاعد بقوله من اول ما الفيديو ده ما بدا بتاكد ان الشيء ده كان فينوم فعلا. وفي التسريب نفسه بيقولوا ان هو الفيلم هينتهي بطريقه مش مفهومه عشان يمهد لدكتور سترينج 2، ويروح ساعتها دكتور سترينج مع سبايدر مان ويجمع لوكي وواندا وسيلفي، والثلاثه دول اتاكدوا ان هم هيبقوا موجودين في دكتور سترينج 2، وكمان معاهم موربيوس اللي هو كان موجود في المسلسل بتاع لوكي. بعد كده عندنا تسريب بالنسبه للمسلسل بتاع واندا فيجن. كان في تسريب بيقول انه الناس اللي هي بتاعت السي جي اي عملت تاثيرات بحيث ان هو يبان في المسلسل بتاع واندا فيجن في البوست كريت سين لما هي كانت قاعده تقريبا في بيت خشب، كان المشهد ده كانه في وسط احداث دكتور سترينج 2، وكانوا ساعتها بيقولوا انه في شيء طاير كان رايح ناحيه البيت بتاع واندا وممكن يكون دوت هو دكتور سترينج، وعاوزه ساعتها ان هي تساعده في الاحداث اللي كانت قاعده بتحصل في المالتي فيرس بحيث ان هم يصلحوا الدنيا دي كلها. كل دوت من البوست كريت سين بتاع واندا فيجن، والمفروض الاثنين دول هيتصدوا للفريق اللي هو هيبقى لسه داخل الام سي يو واللي هو فريق الاكس مان. وحسب مصادر ثانيه في نفس التسريب بيقولوا انه تم تاكيد مشاهد قتال تعد من اضخم مشاهد القتال في الام سي يو كله بين واندا واقوى شخصيه في الاكس مان، وطبعا اتكلمت على الكلام دوت في الفيديوهات اللي فاتت. والشخصيه اللي هم بيقولوا عليها هتبقى اقوى شخصيه في الاكس مان تقريبا يا اما هيبقى لوجان زي ما انا ما قلت، يا اما هيبقى هو البروفيسور اكس، وبديهيا طبعا لازم تحصل معركه لان الاكس مان هيفتكروا ان واندا ودكتور سترينج يعتبروا اشرار، وواندا ودكتور سترينج هيفتكروا ان الاكس مان يعتبروا اشرار، فاكيد فعلا لازم تحصل بينهم مواجهه. في نفس التسريب برضه في خبر يخص ديدبول. في خبر بيقول ان ريان اللي هو مؤدي شخصيه ديدبول لما مضى عقد مع الام سي يو، في خبر انتشر يخص الشخصيه بتاعه ديدبول. الخبر ده بيقول ان دكتور سترينج هيظهر في مشهد بتاع قتال مع نايت مير، والاثنين دول هيقعوا جوه بوابات، والبوابات دي تعتبر بتمر من جميع الاكوان، وبيظهر ساعتها ديدبول وقاعد بيقول نكته قدام الكاميرا، وفي وسط كل ده هيتم تقديم عالم فضاء عشان يساعدهم في المشكله بتاعتهم دي بتاعه المالتي فيرس والكلام ده كله اللي قاعد بيحصل. وعالم الفضاء ده هو ريد ريتشارد قائد الفانتاستيك فور، وبعدها نقدر نقول اهلا بيكم في السيكريت وورز. وبس كده يعتبر التسريب ده خلص، وحبيت ان انا اشاركه معاكم. في طبعا اسئله كتيره في دماغكم عايزين ان انتوا تفهموها، فانا هجاوب على اهمها دلوقتي. اول حاجه بالنسبه لتوبي ماجواير اندرو جارفيلد، هل فعلا بالطريقه دي هم كده مش هيظهروا، ولا هم هيظهروا ولا ايه عشان الناس تاهت؟ انا عن نفسي في اعتقادي الشخصي توبي ماجواير واندرو جارفيلد لازم هم يظهروا حتى لو في اخر الفيلم، مش بقول من اول الفيلم ان هم هيجوا وهيرقصوا مع بعض مثلا ولا اي حاجه من الحاجات دي، في نص الفيلم في اخر الفيلم، المهم يعني ان هم
انهزار في الفيلم دوت. هتقولي ليه؟ هقولك عشان سيرسر 6 سبايدر مان لوحده مش هيقدر ان هو يضربهم، وغير كده انت عندك مالتي فيرس في صباح الفل، كل دول جايين من المالتي فيرس وجايين من العالم بتاع توبي ماجوير واندرو جارفيلد، فطبعا ما فيش حد يقدر ان هو يهزمهم تاني الا لو هو هزمهم اولاني. يعني ما نصح انا بقول توبي ماجوير هزم دكتور اوكتوبوس فيقدر ان هو يهزمه تاني، اندرو جارفيلد هزم الكترو فيقدر ان هو يهزمه تاني، وبكده بنفس الطريقه يعني. والكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي ده يعتبر كلام بديهي، اذا كنت حابب ان انت تسمع كلام مؤكد فانا اعتبر قلت في الفيديوهات اللي فاتت دي كلها وجبت ادله على ان توبي ماجوير واندرو جارفيلد الاثنين دول موجودين في نو واي هوم، فانت عندك كلام بديهي يخليك ان انت تتاكد ان الاثنين هيظهروا، وعندك كلام بالصور وبالفيديوهات ان هم الاثنين دول برضه هيظهروا، فمن الاخر كده يمين شمال الاثنين هيخشوا في الفيلم، والتسريب برضه اكيد مش هناخده ان هو كله صح 100%. ده بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي تخص الشيء اللي كان ورا سبايدر مان اللي هو المفروض كان ليزرد زي ما احنا قلنا قبل كده، وبعد كده قلنا دلوقتي ان هو فينوم. معلش بس هو فينوم صوته مش بيبقى عامل كده في الاعلان، انتوا لو سمعتوا الاعلان بتاع سبايدر مان نو واي هوم هتلاقوا ان الصوت اللي ظهر ده مش صوت فينوم. حتى في فيديو قبل كده كنت منزله كنت جايب لكم اللقطه دي بالصوت بتاعها كويس، وقلت لكم ان الصوت ده يعتبر الصوت بتاع ليزر تقريبا. الكلام ده كان في الفيديو بتاع السينستر 6. وغير كده يا جماعه بالنسبه لايدي بروك، اذا كان هو هيظهر او هنتكلم عن فينوم بشكل عام، اذا كان فينوم هيظهر في سبايدر مان نو هوم فمش هيظهر ان هو هيروح هيضرب سبايدر مان كده وخلاص. انا قلت في الفيديو اللي فات واللي قبليه انه ايدي بروك يعتبر هو مراسل صحفي، ممكن جي جون جيمسون يقول له روح اعمل لقاء مع بيتر عشان تعرف الكلام ده صح ولا مش صح وتشوف الادله بتاعته ان هو بريء. فايدي بروك طبعا يعني من الاخر مهما ايه اللي يحصل هيروح هيقابل بيتر، لما الاثنين دول هيقعدوا يتكلموا مع بعض طبعا هيقدروا ان هم يفهموا بعض. ايدي بروك يعتبر فينوم، سبايدر مان يعتبر بيتر باركر، الاثنين سوبر هيروز يعني من الاخر. ايدي بروك يعتبر اتعامل مع ناس نصابه قوي في الفيلم حتى بتاع فينوم 1 لو انتوا تفتكروا، الشخص اللي كان معاه السيمبيوت بتاع رير كان بيعمل تجارب على الناس، وايدي بروك كان بيحاول ان هو يثبت ان هو فعلا جيلتي اللي هو مذنب يعني وبيقتل في الناس وكده. فاكيد لما ايدي بروك يكون اتعرض لموقف من دي كتير هيخلي ان هو لما يجي عشان يتكلم مع بيتر هيشوف ايه الدوافع وايه الادله بتاعته ان هو فعلا بريء، بحيث ان هو يقدر يساعده لانه هو في الاول وفي الاخر صحفي. انما مثلا مش هيروح يقول له جي جون جيمسون هيقول له روح اعمل لي لقاء مع بيتر باركر، هيقول له تمام بعد كده فينوم هيطلع عليه هيقتله. الكلام ده يعتبر مش منطقي. وحتى انت لو شفت الفيلم بتاع فينوم 1 هتلاقي السيمبيوت اول ما نزل على الارض يعتبر اول واحد اتعامل معاه هو كان ايدي، فكك من الناس اللي هو كان قاعد بيتنقل حواليها دي فكك منهم، بس انا بتكلم عن ايدي لوحده اللي هو بقى فينوم يعتبر، ولا اتعامل مع سبايدر مان عشان يعمل كراهيه زي سبايدر مان 3 بتاع سام ريمي ولا الكلام ده كله. فانا ما اعتقدش انه فعلا هتحصل مشكله بين ايدي بروك وسبايدر مان. بالنسبه لسؤال تالت، وده كان واحد بيتكلم عليه في التعليقات عندي في اليوتيوب، كان بيقول لي هل الشخصيه بتاعت راينو ممكن ان هي تتقدم في سبايدر مان نو هوم ولا لا. انا عن نفسي بقول ان الشخصيه بتاعت راينو مش هتظهر في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم، ولا حتى هيظهر ككاميو ولا من السنسر 6. اول حاجه لان شخصيه راينو تعتبر شخصيه ضعيفه، ثاني حاجه انت سيادتك عندك دكتور اوكتوبوس وليزرد وساند مان والكترو وجرين جوبلين، يعتبر انت ناقصك شخصيه واحده بس. في الفيديوهات اللي قبل كده كنت قاعد بقول ان هو الالعاب بتاعت ليجو كانت بتقول ان هو فولتشر وميستيريو الاثنين هيبقوا موجودين، بعديها بشويه قلت لكم ان هو ميستيريو بيتقال ان هو هيبقى الشخصية السادسة في السنسر 6، يعني واحد هو ماتش اساسا في فار فروم هوم، فاكيد بديهيا كده انه هيرجع. وغير كده احنا عندنا سكوربيون متقدم من هوم كومينج، وفولتشر برضه نفس الحوار هو معانا، فمعلش بس انت جبت لي راينو ده ازاي؟ ده ولا تقدم حتى ولا اي حاجه. يعني من الاخر كده اذا كنا هنتكلم بالعقل، انت عندك مثلا حوالي 3 شخصيات المفروض ان انت تختار منهم شخصيه واحده، والثلاثه دول تقدموا في الافلام اللي قبل كده، هل هتقدم منهم واحد ولا هتخترع شخصيه جديده اساسا ما فيش حد ان هو بيحبها قوي، او انت ما قدمتهاش اساسا في الافلام بتاعتك؟ انا من رايي ان انت هتاخد الناس اللي انت قدمتهم، لانك انت مش هتقدم حد وتاخده كده ترميه في الزباله. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وبيس.